أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن وضع حجر أساس مشروع منطقة التجارة الأمريكية الواقعة في مدينة سلمان الصناعية، وذلك بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسعادة السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين. وتأتي منطقة التجارة الأمريكية نتيجة لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2019، والتي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد. كما تأتي منطقة التجارة الأمريكية ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي. بهذه المناسبة أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن توفر الفرص الاقتصادية في المنطقة تعد فرصة مثالية للشركات الأمريكية للاستثمار وتوسيع أعمالها من خلال المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين، التي ستعزز آفاق العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وفقا لمزايا اتفاقية التجارة الحرة. أضاف الزياني أن تدشين منطقة التجارة الأمريكية يعبر عن التزام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتحقيق رؤى القيادة الحكيمة في تنفيذ الأهداف والمبادرات التي وضعت من أجل تحقيق التعافي المنشود للاقتصاد، مما ينعكس إيجابا على المواطن الذي يعتبر أساس ومحور التنمية. نضع اليوم حجر أساس مشروع منطقة التجارة الأمريكية الرائدة في مملكة البحرين، والتي تقع على مساحة 110 ألاف كيلومتر مربع في مدينة سلمان الصناعية، التي ستتحول بتعاوننا معا إلى مركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في المملكة ودول الخليج العربية. مشروع منطقة التجارة الأمريكية يحظى بموقع استراتيجي بالقرب من مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وميناء خليفة بن سلمان، وهو ما يمنحه القدرة على تسهيل انسيابية تدفق البضائع بكافة أنواعها، وسيجعل عملية شحن البضائع من البحر إلى الجو أو العكس تتم في أقل من ساعتين من خلال المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين، والتي ستعزز آفاقا أوسع للعلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وفقا لمزايا اتفاقية التجارة الحرة. And serve the region from this position we are in today. It's a great honor to be here today with His Excellency Mr. Al-Zayani. أتشرف بأن أشارك اليوم مع سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في الافتتاح الرسمي لمنطقة التجارة الأمريكية، وأنا واثق أن تطوير هذه المنطقة سيجعلها مركزا خدميا للتجارة الأمريكية والاستثمار في البحرين والمنطقة. كما تعلمون، لدينا اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة، ونعتقد أن هذه الميزة النوعية الجديدة تمثل نقطة انطلاقة لخلق الفرص في البحرين والمنطقة ككل، وبناء علاقات تجارية قوية بين البلدين. طبعاً تدشين منطقة التجارة الأمريكية اليوم في مدينة سلمان الصناعية في الحد هي أحد ثمار زيارة صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، واللي تم الإعلان فيها عن هذه المنطقة. طبعاً تمخض عن هذا الشيء توقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة التجارة الأمريكية أوائل عام 2021، وقمنا اليوم بوضع حجر الأساس لهذه المنطقة على أساس تكون يعني حجر الأساس للعلاقات البحرينية الأمريكية، وتكون مركز إقليمي للتجارة والصناعة في الشرق الأوسط. وأيضا تدشين هذه المنطقة يعتبر أحد المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية اللي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، واللي جاءت ضمن محور تنمية القطاعات الواعدة في خطة التعافي الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل بلاد المفدى.